وكانت الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية 2022 قد شهدت مشاركة شعبية واسعة في كافة مراكز الاقتراع منذ فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين لاختيار مرشحهم في المحافظات الأربع. هذا وقد شهدت الجولة الإعادة حضورا بارزا ومميزا من قبل كافة فئات المجتمع، خصوصا من الشباب البحريني والمرأة التي تشارك الرجل جنبا إلى جنب في صنع القرار من خلال المشاركة الفاعلة في هذا العرس الديمقراطي. وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية قد بلغت 73%، حيث أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات عن فوز 6 مترشحين نيابيين و7 مترشحين بلديين. وقد أدلى الناخبون في الانتخابات النيابية بأصواتهم بجولة الإعادة في الخارج يوم الثلاثاء 15 نوفمبر في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التابعة لمملكة البحرين.